بيتعلوا للمي، المودة والصداقة. دوم مستقبل وفي العناوين. خبراء بإيون يؤكدون أن وجود الطيور في محيط المطار سابق لمطمر الكوستا برافا، والحوت يقول الميدل إيست لم تتأثر لثقة اللبنانيين بها. أحمد إن شاء الله ضيع يا أحمد بالصحة. المقاتلات الروسية ترتكب مجزرة جديدة بريف إدلب، والهيئة العليا تدعم الوفد العسكري إلى الأسيتانا. القوات العراقية تسيطر على جامعة الموصل، وانهيارات كبيرة في صفوف داعش. أهلا بكم. لم تخرج قضية طيور المطار من دائرة الضوء، فبقيت مدار سجال ومتابعة بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذت في إطار ما قررته اللجنة الوزارية المختصة. وقد أكد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن الإجراءات المتخذة حاليا هي الأنسب إلى حين الوصول إلى حل جذري للمشكلة. تقرير ناهد يوسف. أخذ ورد في موضوع طيور النورس التي تحوم في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، ما يؤثر على سلامة الطيران المدني، تجاذب ورمي للاتهامات، إلا أن الثابت في الموضوع أن سبب وجود هذه الطيور قديم، وأن الحكومة تجهد لإيجاد حل سريع وجذري لهذه الأزمة. خبراء بإيون أكدوا أن هذه الطيور موجودة في محيط المطار منذ ما قبل مكب الكوستا برافا، وأنها في الأساس لا يمكنها أن تصل إلى النفايات بسبب الطريقة التي تطمر بها، إلا أن وجود المجارير وبأعداد كبيرة من منطقة الرمل البيضاء وصولا إلى خلده مع ما حال بنهر الغدير تجعل تواجدها كثيفا، خصوصا أن الأسماك التي تتبع المجارير هي أسماك جاذبة لهذا النوع من الطيور. وحتى إيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة، عمدت الدولة اللبنانية إلى وضع آلات تصدر أصواتا تمنع الطيور من الوصول إلى مدرج مطار رفيق الحريري الدولي، كما أقدم عدد من الصيادين على اصطياد العشرات من طيور النورس في محيط مطمر الكوستا برافا. وفي ظل هذه الأجواء يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن هذه الإجراءات هي الأنسب حاليا حتى إيجاد الحل النهائي لها، وأن شركة الميدل إيست لم ولن تتأثر بفضل ثقة اللبنانيين بها. سمعة الميدل إيست انبنت بكفاءة طيارينا والهندسة فيها والسلامة العامة. اليوم طيور النورس بالشكل يلي تكاترت فيه بالآونة الأخيرة أكيد شكلت نوع من التهديد لسلامة الطائرات. رئيس الوزارة عمل اجتماع، والدولة بصدد اتخاذ إجراءات بحاجة لبعض الوقت لحتى تأمن هذا الموضوع. ريثما يتم ذلك في عنا وضع بدنا نتعامل معه، وضع حطيور كيف بدنا نقطع هالمرحلة من هلأ لخمسة وعشرين يوم شهر حبال ما الدولة تكون عملت إجراءاتها. ما كان عنا خيار إلا عملية الصيادين يلي اليوم عملناها. صحيح. ليه؟ لأنه مثل ما أنا قلت الشركة بين طيور النورس يلي منحبها ونحن أصدقاء للبيئة، وبين طيور الميدل إيست وسلامة طواقمها وسلامة ركابها، حنقي أكيد طيور الميدل إيست وسلامة ركابنا. أيوة. فموضوع يا ريت ما اضطرينا له، هذه نتيجة. اليوم الحركة البيئية اعترضت. مظبوط. وأنا شخصيا من الداخل معترض، بس عندي خيار، يا إما مثل ما قلت لك طيور النوراس يا إما طيور الميدل إيست. نقينا طيور الميدل إيست. البعض عم بيقول إنه هيدي مشكلة مزمنة، يعني من ما قبل ما كاب الكوستا برافا حتى موجودة هيدي الطيور النوراس بسبب المجارير. مزبوط. مزبوط. بسبب مجرور نهر الغدير كل عمرنا منواجهها، بس بالآونة الأخيرة تكاترت بأحجام غير مشهودة خلال 40 سنة الماضية. طب من عمل شيء للموضوع؟ والألوف بكل أسف
بالسابق الوزارة السابقة لا ما نعمل شيء بالموضوع. حتى في مسلخ حد تقريبا خلدة أو شيء كمان هذا عم بتروح منه كمان في مزرعة أبقار هذه بتستجلب طيور وبتعمل روائح كمان بس مش نورس تستجلب أنواع أخرى من الطيور كمان بتأثر. هدول كل الأمور قيد المعالجة انحطت على طاولة بالاجتماع اللي عمله رئيس الوزارة ومنكبين المسؤولين يعني الوزراء المختصين لمعالجة هالمواضيع. بس احنا عم نقول معالجة للنتائج ونحن ما عم ندعي انه الصيادين بحلوا المشكلة، عم نقول بشكل مؤقت بس لنأمن السلامة خلال لمرحلة بسيطة جدا وقصيرة مضطرين نعمل هالشي. الملف هو محط متابعة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما أن شركة الجهاد للتجارة والمقاولات المشرفة على أعمال المطمر أكدت أنها لن تتردد في بذل كل الجهود لحفظ قواعد السلامة العامة. سياسيا، أكدت مصادر اللقاء الديمقراطي أن وفدا نيابيا جرى تشكيله سيجول اعتبارا من يوم غد الاثنين على الكتل النيابية الأخرى، وهو يضم النواب غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فعور وهنري الحلو. وكشف شهيب لصحيفة المستقبل أن الوفد سيبلغ الكتل النيابية تمسك اللقاء الديمقراطي بالنظام الأكثري وفي قانون الانتخاب، وأنه ليس في وارد القبول لا بالقانون النسبي ولا المختلط. وفي كليمونسو بحث رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط المستجدات السياسية مع وزير الإعلام ملحم رياشي بحضور مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الرئيس. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أكد أن الرئيس الحريري هو أول من قال أنه مع إجراء الانتخابات في موعدها، وأن تيار المستقبل هو أول من عمل على قانون انتخابي جديد. إن مسؤولية قانون الانتخاب تقع على الجميع، والوصول إلى قانون انتخابات جديد هو إنجاز لكل القوى السياسية وليس لطرف واحد. الموقف للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري من بلدة جبجنين في البقاع الغربي، حيث لبى دعوة المغترب عبد الرحيم الدسوقي إلى مأدبة غداء تكريمية أقامها على شرفه بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنائبين زياد القادري وأمين وهبي والوزير السابق محمد رحال والشيخ علي الجناني ممثلا مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ومنسقي البقاعين الأوسط والغربي أيوب قزعون وحمادي جانم وأعضاء في المكتب السياسي وحشد من الفعاليات. رئيس الحريري أول من قال أنه هو مع إجراء الانتخابات بوقت تيار المستقبل أول من اشتغل على قانون انتخاب جديد من خلال القانون المختلط اللي قدمناه نحن وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي، واللي منشوف صيغته اللي بتجمع ما بين النسبي والأكثري هي الصيغة القابلة للتطبيق واللي بتعطي تمثيل أفضل في حال عدم الوصول لقانون جديد لا مفر من إجراء الانتخابات النيابية على القانون السير المفعول بدل الاستمرار من التمديد اللي بيرفضه الجميع. الحريري تحدث عن أهمية ما حققته مبادرة الرئيس سعد الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي لجهة تقارب الناس من بعضها على الرغم من الخلافات في وجهات النظر. عودة الروح لرئاسة الجمهورية عبر المواقف الوطنية اللي عم بيخدها العماد الرئيس ميشيل عون، وشوي شوي كمان وخاصة بعد الزيارة الأخيرة اللي قام فيها للمملكة العربية السعودية وتأكيده على موضوع اتفاق الطائف وتأكيده كذلك على تحييد لبنان من الصراعات الخارجية و حكيوا بصراحة أنه بعض الأمور التي تحصل في لبنان هي خارجة عن إرادة الدولة، كل هذا الكلام بيمثلنا. الحريري لفت إلى أن الحكومة التي تشكلت تحت عنوان استعادة ثقة الناس فيها الجميع والمسؤولية فيها تقع على الجميع، وقال إن أمام العهد تحديات عديدة والناس لا تنتظر المعجزات. هل الحق في الحصول على الكهرباء معجزة؟ هل
الحق في الحصول على مياه الشفة معجزة؟ هل الحق في الحصول على اتصالات ما يقطش الخط 100 مرة معجزة؟ هل معقول البلد إما عم بيكمل مشاريع وضع حجر أساسة بالبنى التحتية تحديدا، وضع حجر أساسة الرئيس شهيد رفيق الحريري، وإما عم بيعمل صيانة لمشاريع بالبنى التحتية أنجزت أيام رئيس شهيد رفيق الحريري؟ هل هني بدهم معجزات أو بدهم إرادة؟ أكيد بدهم إرادة، وهالإرادة موجودة اليوم عند الرئيس شيخ سعد رفيق الحريري. صاحب الدعوة المغترب عبد الرحيم الدسوقي شدد في كلمته على البعد الإنمائي للقاء لجهة تحسين ظروف البقاع الغربي وراشية خدماتيا. لنعمل معا تيار مستقبل ورؤساء اتحادات وبلديات وفعاليات وكل مكونات المنطقة لإنماء منطقتنا وتقديم الأفضل لها ولشعبنا الطيب. الأمين العام لتيار المستقبل كان أدى صلاة الجمعة في مسجد جبجنين، حيث أما المصلين إمام البلدة الشيخ عمر حيمور، ثم قام عقب الصلاة بزيارة إلى منزله حيث التقى عدد من فعاليات البلدة. كما تفقد الحريري مدرسة أفيريس كوليدج في تعلبايا في البقاع الأوسط، حيث كان في استقباله مديرها العام بلال الحشيمي، وجال في أرجائها وعلى طلابها مطلعا على شؤونها التربوية. توقعت مصادر وزارية لصحيفة الحياة أن تحتاج خطوات الانفتاح السعودي والخليجي على لبنان إلى بعض الوقت، واستبعدت المصادر أن تتم زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى لبنان، والتي كان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا حصولها قريبا، وترجح المصادر أن تحصل خلال شهر شباط المقبل، وكذلك تعيين سفير سعودي جديد في بيروت، مشيرة إلى أن الرئيس ميشيل عون سيواصل زياراته العربية في شباط المقبل، ومن المرجح أن ينتقل إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. أمنيا، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن 3 أشخاص يستقلون سيارة رانج روفر من دون لوحات أقدموا على تجاوز حاجز تابع للجيش في محلة رأس المال في الهرمل، على الرغم من إنذارهم بوجوب التوقف مرات عدة، ما اضطر عناصر الحاجز إلى إطلاق النار باتجاه إطارات السيارة المذكورة، فترجر الأشخاص المذكورون وأطلق أحدهم النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا على النار بالمثل، ما أدى إلى إصابة المواطن علي محمد دندش بجروح خطيرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المنطقة للمعالجة، لكن ما لبث أن فارق الحياة، وتم توقيف المواطن عباس محمد ناصر الدين، فيما تمكن مطلق النار وهو المدعو يوسف محمد دندش من الفرار. من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه أثناء قيام آلية لسوق السجناء تؤازرها دورية مواكبة بنقل 4 سجناء من السجن المركزي في رومي إلى قصر العدل في بعلبك وسجن زحلي، وبوصولهم إلى منطقة زحلي حاول سجنان الفرار من الآلية وأقدما على الاعتداء على عنصري الدورية في داخلها، كما حاولا الاستيلاء على سلاحهما، ما اضطر أحد العنصرين إلى إطلاق النار عليهما وإصابتهما، وتم نقلهما إلى أحدى مستشفيات للمعالجة، وعلم أن السجينين هما محمد إسماعيل شقير وحمزة راجح جعفر. تتابعونا بعد الفاصل. ترامب يتلقى دعوة لمحادثات أستانا حول سوريا. أهلا بكم من جديد. في الأخبار الإقليمية والدولية، قتلت غارات روسية عددا من المدنيين في سوق شعبي بريف إدلب، بينما يشهد وادي بردة غربية دمشق هدوءا حذرا بعد أن خرقت قوات النظام الهدنة، كما شن تنظيم داعش هجوما ضد قوات النظام في دير الزور. شهد وادي بردة غرب دمشق هدوءا حذرا بعد أن خرقت كتائب الأسد الهدنة الموقعة بين الحين والآخر، في وقت تواصل فرق الإصلاح والصيانة عملها بغية عودة العمل في نبع الفيجة بالمنطقة لإعادة ضخ مياه الشرب من مصدرها الرئيسي إلى دمشق. وفي سياق آخر، دارت معارك عنيفة في ريف دمشق الشرقي بين المعارضة وكتائب الأسد على أطراف بلدة حزرمة بمنطقة المرج،
أما في إدلب فقتل 9 مدنيين وأصيب العشرات جراء قصف جوي روسي استهدف منطقتي الفرن وسوق الهال في مدينة معرة مصرين بالريف، كما تسبب القصف في حرق عدد من المحال التجارية ودمار في الممتلكات بما في ذلك المخبز الوحيد في المدينة. وفي الجنوب كثفت قوات النظام قصفها على قرى اللجة في ريف درعا، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات العائلات. يأتي ذلك في ظل حملة عسكرية شرسة يشنها النظام في المنطقة الجنوبية رغبة منه في تأمين محيط العاصمة. وتسعى قوات النظام من خلال هذه المحاولات السيطرة على كامل المناطق المحيطة بالأوتوستراد، بالإضافة إلى تضييق الحصار أكثر على بلدة محجة بريف درعا الشمالي. وفي تطور آخر، شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما على قوات النظام في اللواء 137 غرب مدينة دير الزور بعد استخدامه تعزيزات عسكرية وعتادا ثقيلا مما خلف عشرات القتلى. إلى ذلك أعلن الجيش التركي أنه تمكن من قتل 18 مسلحا من داعش الإرهابي وتدمير 248 هدفا تابعا للتنظيم في إطار عملية درع الفرات. على صعيد آخر، أعلنت المعارضة السورية الموافقة على المشاركة في المباحثات المقررة في عاصمة كازاخستان الأستانا، مشددة على تمسكها بالتزام النظام وميليشياته بوقف شامل لإطلاق النار ونشر مراقبين على خطوط التماس للمناطق المهددة. من جهتها أكدت الهيئة العليا للمفاوضات دعمها للوفد العسكري إلى مفاوضات الأستانا واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، معربة عن أملها فأن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة. واعتبرت الهيئة في أعقاب اجتماعها في الرياض أن الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري. من جهتها وجهت روسيا دعوة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمشاركة في محادثات الأستانا المزمع عقدها في 23 من الشهر الحالي، متجاوزة بذلك الرئيس المنتهي ولايته باراك أوباما وإدارته. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قال ليس لدى الحكومة الحالية أي اعتراض على المشاركة في هذه المحادثات. تتابعونا بعد الفاصل. عباس، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يساعد في تحقيق السلام. أهلا بكم من جديد. قتل 9 أشخاص على الأقل بينهم شرطيون وأصيب 20 آخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف حاجزا أمنيا بقضاء الخالص شرقي العراق، وكانت القوات العراقية قد سيطرت على جامعة الموصل بالكامل في إطار تقدمها في المناطق الشرقية من المدينة بعد مواجهات مع تنظيم داعش. سيطرت القوات العراقية على جامعة الموصل بالكامل في إطار تقدمها في المناطق الشرقية من الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وعثرت على مواد كيميائية استخدمت في محاولة لتصنيع أسلحة. الفريق الركن عبد الوهاب الساعد قائد جهاز مكافحة الإرهاب قال إن الاشتباكات لا تزال مستمرة وإن القوات العراقية دخلت الجامعة ومشطت المعهد التقني وكلياتي الأسنان والأثار، وأضاف إنه سيتم تحرير الجامعة بالكامل في غضون ساعات. وقالت مصادر عسكرية أن قوات مكافحة الإرهاب تقترب من استعادة الجانب الشرقي للمدينة بالكامل، وذكرت المصادر أن القوات العراقية تقدمت في اتجاه منطقة النبي يونس واقتحمت أجزاء منها، وذلك في إطار سعيها لاستعادة ما تبقى من أحياء قليلة يتحصن فيها تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الشرقي من الموصل. في غضون ذلك فشل تنظيم داعش في إمداد مسلحيه العالقين في الجانب الشرقي من المدينة بالأسلحة بعد قطع الجسور الخمسة التي تربط جانبي الموصل الغربي والشرقي، كما تمكن طيران التحالف الدولي من إفشال محاولات تسلل عدة من مسلحي داعش إلى المناطق التي باتت تسيطر عليها القوات العراقية. قائد عمليات قادمون يانينا وعبد الأمير رشيد يارلا أعلن أن قوات الشرطة الاتحادية حررت حي يارمجة الشرقية ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات، مشيرا إلى أنها سيطرت على طريق كركوك الموصل وبشرت بتطهير الطريق من العبوات الناسفة. وأضاف أن قوات الشرطة الاتحادية حررت الجزء الجنوبي للساحل الأيسر بالكامل ضمن المرحلة الثانية من عملية قادمون يانينوى.
في اليمن قتل القيادي في ميليشيات الحوثيين أبو نصر خلال هجوم لقوات شرعية على موقع الميليشيات في مديرية عسيلان. وفي إطار آخر اختطفت الميليشيات الانقلابية عددا من اليمنيين خلال حملة دهم استهدفت أحياء عدة في مدينة الحديدة غربية اليمن. ونقلت الميليشيات المختطفين إلى سجن قلعة باجل في أطراف محافظة الحديدة حيث تحتجز المئات من سكان المحافظة. إلى ذلك قال مركز ستانفورد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية الأمنية إن عملية الرمح الذهبية التي بدأت في السابع من كانون الثاني الماضي حققت هدفها الأول بتأمين منطقة باب المندب والجزء الجنوبي للسواحل الغربية لليمن. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم مؤتمرا للسلام في الشرق الأوسط بحضور 70 دولة، وهو ما اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفرصة الأخيرة لتنفيذ حل الدولتين. بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية وفي مقدمها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، ينطلق الأحد مؤتمر باريس للسلام لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويبني الفلسطينيون أملا من خلال المؤتمر على إعادة تدويل القضية الفلسطينية وعودتها إلى الواجهة من جديد والخروج بقرارات تنص على جلاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران من العام 67 بناء على حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلال افتتاحه مقر السفارة الفلسطينية في الفاتيكان أكد أن اجتماع باريس قد يكون الفرصة الأخيرة لتنفيذ حل الدولتين. وأضاف عباس الذي التقى البابا فرانسيس أنه بعد 70 عاما من المنفى و50 عاما من الاحتلال يجب أن يكون العام الحالي عام العدالة والسلام والحرية. عباس هدد من أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس من شأنه القضاء على عملية السلام وقد يدفع الفلسطينيين للتراجع عن الاعتراف بإسرائيل. بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن 77 دولة ستجتمع في باريس لتقول أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في حاجة إلى حل وأن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة هو القضية الفلسطينية. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن المؤتمر سيمثل فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولي بحل الدولتين، وأكد أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات الثنائية والمباشرة بين الطرفين. مصادر دبلوماسية فلسطينية كشفت أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر ستؤكد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام وعدم الاعتراف بأي تعديل في حدود حزيران 67 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا تلك التي يتفق عليها الطرفان عن طريق المفاوضات والتمييز من جديد بين أراضي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 67. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. خبراء بإيون يؤكدون أن وجود طيور المطار سابق لمطمر الكوستا برافا، والحوت يقول الميدل إيست لم تتأثر لثقة اللبنانيين بها. أحمد إن شاء الله ضيق يا أحمد بالصحة. المقاتلات الروسية ترتكب مجزرة جديدة بريف إدلب، والهيئة العليا تدعم الوفد العسكري إلى الأستانة. القوات العراقية تسيطر على جامعة الموصل وانهيارات كبيرة في صفوف داعش. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء. خلونا الماء المودة والصداقة.